بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع التفاصيل الخاصة بحالة الطقس النهاردة ودرجات الحرارة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كمان في شبورة مائية خفيفة على كافة الأنحاء. بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي احنا ممكن نتعرض لها. هي طبعا ما زالت الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، لكن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار ده اللي هيؤدي لمزيج من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لأن زي ما دايما بنقول النسب الرطوبة بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي احنا دايما بنقولها في نشراتنا بحوالي من درجتين لثلاث درجات. عشان كده احنا درجة الحرارة المحسوسة بدأنا نحطها في النشرات، لأن احنا في فصل الصيف بنبدأ نحس بدرجات حرارة مختلفة عن درجة الحرارة المقاسة في ظل تعرضنا لأشعة الشمس المباشر، بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون خلال فترة النهار 34 درجة مئوية، لكن احنا هنحسها لو تكون 36 أو 37 درجة مئوية نتيجة طبعا ارتفاع نسب الرطوبة، ونسب الرطوبة بتختلف من محافظة للتانية. المحافظات الساحلية بتكون أعلى طبعا في الرطوبة، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل، فبالتالي الطقس فترة النهار هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة كمان ان فترة النهار هنلاحظ زيادة فترات سطوع اشعة الشمس بالشكل الكبير. خلال فترات الليل مع غياب اشعة الشمس ودخولنا في ساعات الليل المتأخر بيحصل طبعا انخفاض درجات حرارة بنحس بيه اكتر فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل الحمد لله أجواء معتدلة تماما، لأن بيبقى فيه نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات. نشاط الرياح ده بيقلل إحساسنا بنسب رطوبة ويخلينا نحس بتلطيف الأجواء والأجواء المعتدلة فترات الليل وساعات المساء. بالإضافة كمان في شبورة مائية بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. الشبورة المائية دي بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس لأنها شبورة مائية خفيفة، فلازم ناخد بالنا منها فترة الصباح الباكر. الأجواء دي مكملة معنا كمان غدا الأحد إن شاء الله، استقرار في الأحوال الجوية، درجات الحرارة اللي بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت العام. مع يوم الاثنين والثلاث هيكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، لكن لسه مكمل معانا ارتفاع نسب الرطوبة، ونأكد كمان ان نسب الرطوبة تدريجيا هنلاحظ انها بدأت تزيد كمان في الجو خلال الأيام المقبلة. دايما بنقول ذروة فصل الصيف بيكون شهر 7 وشهر 8، عشان كده دايما لازم ناخد بالنا في فصل الصيف من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. فبقدر طيب طمنينا عن حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، وكمان أهم الأماكن أو أفضل الأماكن اللي احنا نقدر نخرج فيها في جو ألطف شوية ما نحسش قوي بنسبة الرطوبة. هي طبعا حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط هتكون معتدلة، ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 1.5 متر ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. البحر الأحمر أيضا معتدل، ارتفاع الأمواج هيوصل 2.25 متر لكن أيضا مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. يمكن أقل المناطق اللي بتكون فيها درجات حرارة أقل في الجمهورية هي سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط زي اسكندريه ومطروح وبورسعيد، المناطق كلها المطله على البحر المتوسط بيكون متوسط درجات الحراره ما بين 28-30 درجه مئويه خلال فتره النهار، بنحسها لو تكون 32-33 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو، لكن طبعا تعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه كلها. حاله الملاحه البحريه زي ما قلنا في الاول معتدله، والبحر مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن برضو نرجع نقول ان دايما فتره الظهيره في اي محافظه لو احنا حتى هنروح المناطق الساحليه لازم ناخد بالنا من فتره الظهيره ونتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس،
وبقدر الامكان كمان نكون موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم احساسي بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. ده هيخليني برضو اسالك سؤال، هل ارتفاع نسبه درجه الحراره في الجو ملازمه او مصاحبه ارتفاع نسبه الرطوبه؟ لا بالعكس، يمكن يعني نسب الرطوبه ما بتخليش قيم درجات الحراره تعلى بالشكل الكبير، لكن نحس بيها ان في ارتفاع كبير في درجات الحراره. يعني احنا دايما متوسط درجات الحراره مع وجود نسب رطوبه في الجو بشكل كبير، لان معظم الكتل الهوائيه قادمه بتبقى من على البحر المتوسط بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فيؤدي لي ارتفاع نسب الرطوبه. قيمه درجه الحراره بتكون في المعدل او في المتوسط 34 او 33 درجه مئويه، لكن اللي بنحس ان فيها ارتفاع كبير احساسنا بيها، يعني الاحساس بيها هو اللي بيكون كبير وملازم دايما مع ارتفاع نسب الرطوبه، الاحساس بالارتفاع كبير في درجه الحراره. مشكورك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره العظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 35-23، اسكندريه 29-22، العلمين الجديدة 29-22، مطروح 28-22، دمياط 30-22، بورسعيد 31-23، الإسماعيلية 35-22، السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، العريش 31-22، كاترين 33-17، طابة 35-26، حلايب 33-28، وشلاتين 36-27، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 39-28. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-27، أسيوط 36-25، سوهاج 38-26، قنا 39-26، الأقصر 40-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنرجع لمصطفى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، شكرا.